رجل لاعب امرأته في نهار رمضان وهو محترز أن يقع في الجماع، فبينما هو كذلك أمنى، فما الحكم؟ هذا أخطأ في كونه لاعب زوجته وهو لا يملك شهوته، هذا حرام عليه، إنه ترك شهوته. الحديث الذي سمعتم ترك شهوته، الشهوة هي الجماع، هذا لم يترك شهوته، فهذا يفسد صيامه، إذا أنزل فسد صيامه، وعليه قضاء هذا اليوم مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أما لو جامع فيكون عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم.